وأذكر نفسي بغد الجمعة. وما أدراك ما الجمعة؟ الجمعة يا إخواني كنز أمة النبي محمد في يوم الجمعة يا إخواني الكنز. لا تقول لي علي بابا ولا على مغارة علي بابا ولا غير ذلك. كنز هذه الأمة في يوم الجمعة يا إخواني، يوم الجمعة يا إخواني، يوم الجمعة كفيل إن حققت فيه ما جاء عن رسول الله سعدت في الدنيا والآخرة، والله لازمتك السعادة في الدنيا والآخرة. يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم الجمعة فيه خلق آدم. يبقى آدم يا أخواني اليوم الذي خلق فيه آدم يوم الجمعة، صليتم على رسول الله. اليوم الذي دخل فيه الجنة يوم الجمعة، اليوم الذي أخرج منه من يوم أخرج من الجنة يا إخواني ونزل في الأرض يوم الجمعة. يبقى فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا وأعطاه يا إخوتي يوم الجمعة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة أول وأعظم السنن، بل قال بعض منهم الواجبات أن تكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله. إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة أيها الإخوة الأكارم يتنافس الناس إلى سماع الخطبة، إلى الذكر يا إخواني، إلى حضورهم في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم خروف، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، صليتم على رسول الله. ومن راح في الساعة الخامسة، يا أخي انظر إلى الألفة وإلى المودة التي أراد الله أن يجعلها بينه وبين عباده، وإنت رايح يوم الجمعة رايح ومعك حاجة، صليتم على رسول الله. ومن ذهب أو راح في الجمعة الخامسة فكأنما قدم بيضة، صليتم على رسول الله. فإذا حضر الإمام طوت الملائكة الإيه؟ الصحف. فأكبر حرمان يعاقب به من يتأخر عن خطبة الجمعة أن اسمه لا يسجل في دفاتر من نور بيد الملائكة الذين خلقوا من نور. الله أكبر، ماذا الحرمان يا إخوان؟ صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكفي أن أقول في استعدادنا لغد حديث النبي الذي قال فيه، واسمعوا كويس الله يرضى عنك، يكفينا دفعة وأننا نعد العدة من الليلة، صليتم على رسول الله، أن النبي محمد قال، اسمع، صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها عبادة سنة، صام ليل صام نهارها وقام ليلها. الله أكبر. فاللهم إنا نسألك يا ربي ألا تحرمنا فضل ما عندك، ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.